بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون التسميد والزراعه والخضر وكل حاجه اهلا وسهلا بحضراتكم النهارده باذن الله تعالى بنتكلم عن خلط الاسمده الاحاديه مع بعضها ودي طبعا موضوع شائك وطويل شويه تمام فعندنا مثل دايما في الفلاحين في مصر <applause> يقولك ماشيين مع بعض زي الايه زي السمنة على العسل السمنة على العسل السمنة والعسل ايه زي الفل مع بعض شغال مفيش أي مشكلة خالص تمام آه يعني <applause> واحدة مخطوبة لواحد ماشي وهي مش قبلها في فترة الخطوبة فجه اتجوزها فلما اتجوزها بيسألوا عن حالها قالوا والله ده من زي مع بعض زي السمنة على العسل طب لو العملية السوداء معاهم بيقولوا زي الخل على العسل السمنة مع العسل تمشي ولا تمشيش لا تمشي طبعا طب الخل على العسل أيامه سودي <applause> فكذلك العناصر الغذائية فيه فيهم اللي يمشي مع بعض زي السمنة على العسل تمام أهو عندي السماد اهو عندي كبريتات الامونيوم مع نترات الامونيوم ماشيين مع بعض زي السمنه على العسل طب مع نترات الكالسيوم دول زي الخل على العسل انا بجيب لك الحته دي ليه علشان ما تنسهاش يا جميل تمام يبقى افتكرها بقى بواحد خاطب واحده كده غصب عنها وهي قرفانه منه مش طايقاه وبعد ما اتجوزوا قالوا ايه الحال فقالوا ايه ده مع بعض زي السمنه على العسل طب اذا كانت الجوازه منيله ب 60 نيله والله دي زي الخل على العسل لا اذا كبريتات الامونيوم مع نترات الكالسيوم خل على العسل طب كبريتات الامونيوم مع نظارات الامونيوم لا دي سمنه على عسل تمام الجدول ده انا عملته فلقيت الدنيا ملخبطه شويه ابتديت اعمل لك جدول تاني رغم انه تعبني والله تمام وحطتهولك بتصميمي تمام التمام هو تعبنا على الجهاز شويه بس ايه افضل من دهوت نشوفه مع بعض وندرسه علشان ما تقولوش بس ان انا جايبه من على النت بص خش على الجدول وشوف الديزاين بتاعه التصميم لو لقيته من على النت ادفع لك اللي انت عايز تدفع اللي انت عايز تعمله ولو في دوله غير مصر احول لك ما فيش اي مشكله خالص نشوف الجدول ونتكلم مع بعض عليه تمام مع السلامه اهلا بحضراتكم الجدول اللي قدام حضراتكم هو زي ما قلت لكم التوافق بيبقى زي السمنة على عسل والغير توافق طبعا بيبقى سمنة على خل لو جينا هنا أول خانة هنلاقي السماد بعدها كبريتات الأمونيوم بعدها هنلاقي نترات الكالسيوم بعدها هنلاقي نطرات الأمونيوم بعدها بنلاقي نطرات البوتاسيوم بعدها كبريتات بوتاسيوم بعدها كبريتات مغنيزيوم بعدها حمض الفوسفوريك تعالى في الرأس برضو كذلك رتبناهم زي الترتيب الأفقي بالظبط كبريتات أمونيوم ونطرات كالسيوم وعندي نطرات أمونيوم وعندي نطرات بوتاسيوم وعندي كبريتات بوتاسيوم وعندي كبريتات مغنيزيوم وعندي فوسفات أمونيوم وعندي حمض الفوسفوريك تمام؟ طبعا كبريتات امونيوم مع كبريتات امونيوم المربع الاحمر ده معناها ان ده بتقاطع الـ الـ المربع الـ الـ السماد الافقي مع السماد الراسي تمام دي كبريتات امونيوم في المربع الاحمر هتلاقي كبريتات امونيوم تمام كبريتات الامونيوم مع نترات الكالسيوم لا ما تمشيش يا جماعه تمام طيب مع نترات الامونيوم لا تمشي تمام آه طيب آه مع نترات البوتاسيوم لا هتلاقيها تمشي نطرات, الب... نطرات كبريتات البوتاسيوم هتمشي مع كبريتات المغنيسيوم هتمشي مع حمض الفوسفوريك آه هتمشي تمام لحد كده تمام الصف الثاني يا جماعه نطرات الكالسيوم مع كبريتات الامونيوم طبعا مش هتمشي اطلاقا نترات الكالسيوم طبعا مربع الأحمر مع بعض عادي نترات امونيوم مع نترات الكالسيوم هيمشوا مع بعض ليه دي نترات ودي نترات تمام ودي امونيوم ودي بوتا... ودي كالسيوم ما فيش اي مشكله خالص تمام نترات البوتاسيوم مع نترات الكالسيوم الاثنين هيمشوا مع بعض كبريتات البوتاسيوم مع نترات البوتاسيوم هيمشوا مع بعض طب كبريتات المغنيسيوم المغنيسيوم مش مع الكالسيوم يا جماعه خالص ولا يمشي مع حمض الفوسفوريك تمام صف الثالث نطرات الامونيوم هتمشي مع كبريتات الامونيوم هتمشي مع آه نطرات آه الأمونيوم الكالسيوم هتمشوا مع بعض برضو نطرات الامونيوم آه مع نطرات الامونيوم طبعا زي بعض نطرات البوتاسيوم مع نطرات الامونيوم هيمشوا مع كبريتات البوتاسيوم هتمشي مع كبريتات المغنيسيوم هتمشي مع حمض الفوسفوريك هتمشي تمام طب نيجي نطرات البوتاسيوم مع كبريتات الامونيوم هتمشي اللي هي الملح يا جماعه كبريتات الامونيوم اللي هي الملح او ال 20 من عشره تمام عشان تبقوا عارفين بس طيب نترات البوتاسيوم مع نترات الكالسيوم يمشوا مع بعض دي نترات زي ما قلنا مع نترات الامونيوم هيمشوا طيب مع كبريتات البوتاسيوم هيمشوا برضه مع كبريتات المغنيسيوم هيمشوا مع حمض الفوسفوريك هيمشوا تمام طيب؟ ولو عايزين نعمل آآ، عليهم آآ، تجارب عمليه نجيب الصبح ما فيش اي مشكله خالص نتعب شويه بس مش مشكله كبريتات البوتاسيوم مع كبريتات الامونيوم طبعا هتمشي طيب مع نطرات الكالسيوم طبعا مش هتمشي أه، مع نترات الامونيوم طبعا تمشي كبريتات البوتاسيوم مع نطرات الامونيوم هتمشي أه، طيب كبريتات البوتاسيوم مع نترات البوتاسيوم طبعا آه، هتمشي أه، كبريتات بوتاسيوم مع كبريتات بوتاسيوم طبعا واحد كبريتات بوتاسيوم مع أه، كبريتات المغنيسيوم طبعا هتمشي مع حمض الفوسفوريك أه هتمشي طب كبريتات المغنيسيوم بقى مع كبريتات الامونيوم هتمشي مع نطرات الكالسيوم طبعا مش هتمشي تبعد خالص مع نطرات الامونيوم هتمشي مع نطرات البوتاسيوم هتمشي مع كبريتات البوتاسيوم هتمشي مع كبريتات المغنيسيوم طبعا هي زي بعض طبعا مع حمض الفوسفوريك طبعا ما بتمشيش ممنوع منعا باتا خلط حمض الفوسفوريك مع المغنيسيوم يا جماعه تمام طيب فوسفات امونيوم مع كبريتات امونيوم هيمشوا مع بعض فوسفات الامونيوم مع نترات الكالسيوم طبعا مشوش مع بعض هترسب على طول مع نترات الامونيوم طبعا تمشي مع نترات البوتاسيوم تمشي مع نترات كبريتات البوتاسيوم هتمشي اللي هي البوتاسيوم سلفيت كبريتات البوتاسيوم يا جماعه اللي هي البوتاسيوم كبريتات يعني سلفات بوتاسيوم تمام طب مع كبريتات المغنيسيوم طبعا لا يمكن يمشوا مع بعض طيب مع حمض الفوسفوريك طبعا هيمشوا مع بعض لان دي فوسفات وحمض الفوسفوريك بره فوسفات. طيب حمض الفوسفوريك مع كبريتات الامونيوم هيمشوا مع بعض مع نترات الكالسيوم لا يمكن يمشوا مع بعض خد بالك من الحته دي يا زول مع نترات الامونيوم لا يمكن يمشوا مع بعض حمض الفوسفوريك مع نترات البوتاسيوم طبعا هيمشوا مع بعض مع كبريتات البوتاسيوم هيمشوا مع بعض مع كبريتات المغنيسيوم لا يمكن يمشوا مع بعض مع حمض الفوسفوريك مع حمض الفوسفوريك طبعا يمشوا مع بعض تمام القصة دي يا جماعة لو أنت بتسمد أسمدة مركبة ماليش دعوة بيها خالص طبعا أسمدة المركبة مش موجودة نتكلم على أسمدة أحادية وطالما كانت أسمدة أحادية يبقى القاعدة العامة عند حضرتك هي اللي قدامك ده اللي ينفع يتخلط مع بعضه الجدول واضح جدا وصريح ومنظم ومرتب تمام التمام لو بصيت على ال... عند نترات الكالسيوم رأسي كده هتلاقيه بيتعارض مع كل حاجة إلا نطرات الامونيوم ونترات البوتاسيوم اكتر حاجه عامله لنا مشاكل هنا هو عنصر الكالسيوم يا جماعه وده اللي كل يوم الرجاله بيتخانقوا على الفيسبوك وبيتخانقوا على تويتر وبيتخانقوا على كل المنتديات الزراعيه على عمليه الخلط منظمه قدام حضرتك اهيت سهله وسلسه وصريحه واللي ما انتش فاهمه آه تحت امرك في اي وقت دي حاجة الحاجة التانية العناصر الصغرى الحديد والمنجنيز والزنك والقصص دي كلها يا جماعة ياريت نعملها مع بعضها تتخلط مع بعضها حديد ومنجنيز وزنك يتخلطوا مع بعضهم مفيش أي مشكلة خالص والمركبات كلها بتحتوي على العناصر ده هي تمام بيتخلطوا مع بعض إما رشا أو وضع في التربة وعندكم مركبات كتيرة ومشاركات محترمة بالنسبة للعناصر الصغرى عشان نسأله عليه أنا عن نفسي بفضل إن أنا أرش العناصر الصغرى بعيد عن المشاكل دي كلتها بس تكون محملة على أحماض أمنية تبقى كويس أو نضيفها ضيافات أرضية مع من شركات محترمة وأنا بفضل تريد كورب برغم أن أنا أعرفهم ولا شفتهم بس مركبات التريد كورب بصراحة محترمة جدا في العناصر الصغرى بالذات إضافات أرضية زي الفل تمام التمام تمام؟ آه بعد كده بنتكلم على عنصر يا جماعه واحدة هيقول لي الكبريت كل اللي قدامك ده هو صلفه يعني كبريتات تمام الكبريت احنا بنحطه في الارض من الاول ممكن نحطه على هيئه عنصر او على هيئه حمض الكبريتيك واتكلمنا في محاضره قبل كده ارجع للقناه ورا هتلاقي الكلام ده كلته اه ممكن اه الكبريت كمان برشه كعنصر وكمطهر فطري مع ان مطهر فطري مش قوي يعني في على هيئه كبريت مكروني و مطهر فطري وكحاجه وقائيه بالنسبه للعناصر اللي بالنسبه لي اللي بنستخدمه كعنصر فبنضيفه ككبريت مكروني بنضيفه كمطهر للأكروسات او وقائي للأكروسات والحاجات دي كلها تمام هتيجي على عنصر النحاس يا جماعه، عنصر النحاس هتلاقيه عندنا ما بيحصلش فيه أي نقص خالص، وهنقول لك ليه ما بيحصلش نقص في النحاس؟ لأن إحنا تقريبًا يعني كل المبيدات الفطرية أو معظم المبيدات الفطرية بتاعتنا بنستخدم فيها عنصر النحاس كوقائي في الأول النبات بنستخدمه فبالتالي ما بيبقاش منه نقص كتير يعني أو بيشز عن القاعدة، بيحصلش عندنا نقص نحاس كتير، وده إن إحنا بنستخدم اساسا الاسمده الفطريه الوقائيه زي الكوسايد الفين وزي الاكسيد البود... النحاس وزي الاكروبات النحاس الحاجات دي كلها نشط الذاكره عندك هتلاقيها بتحتوي على عنصر نحاس في صوره وقائي فطري فبالتالي ما بيحصلش عندنا نفس القصه برضو بتاعت زي ما قلنا الكبريت بل الكبريت كمان العلماء بيقولوا ان احنا عندنا نسبه البوليوشن او التلوث في الجو عاليه وبالتالي وبالتالي النبات عنده استطاعة إن هو يستخلص ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد الكبريت مش ثاني أكسيد الكربون عشان لسه واخد على الكربون، ثاني أكسيد الكبريت من غاز ثاني أكسيد الكبريت من الجو، النبات عنده إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن النبات يستخلص غاز ثاني أكسيد الكبريت من الجو بياخد احتياجاته منه. ده الجدول قدامك هو واضح جدا واي سؤال تحت امركم في اي وقت بشكركم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته